بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناصية وعلاقتها بالإيمان، هذه أيها الأحبة منطقة مهمة، مهمة جدا. علماء الغرب اليوم يهتمون ويكتشفون أسرار هذه المنطقة، ونحن للأسف غافلون عنها، مع العلم أن حبيبكم عليه الصلاة والسلام كان دائما يسلم ناصيته لله عز وجل. أيها الأحبة، هذا هو البروفيسور نايت روبرت من جامعة بنسلفانيا. الحقيقة قام بدراسة عجيبة جدا على منطقة الناصية، بريفرونتال كورتكس، أي المنطقة ما يعني وراء قشرة الدماغ، وراءها هذه الخلايا هنا خلف الجبهة مباشرة، هذه تدعى الناصية. ماذا وجد هذا العالم أيها الأحبة؟ دعونا نرى ماذا وجد. الحقيقة قام بدراسة الموجات الاهتزازية التي يبثها الدماغ. هذا الدكتور نايت روبرت أو روبرت نايت، هذا قام بدراسة دقيقة للدماغ، استخدم فيها جهاز يدعى FMRI، وهو اختصار للمسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي. الحقيقة الدماغ أيها الأحبة، أنتم تعلمون أنه يبث بشكل دائم موجات، بشكل دائم هناك موجات يبثها الدماغ. الموجات التي يبثها الدماغ تتغير مع طريقة تفكيره، يعني مثلا عندما تحلم بمثلا طعام لذيذ، عندما تفكر بهم معين، شكل هذه الموجات يضطرب. عندما تكون مسرورا يكون شكل هذه الموجات انسيابيا ويعني هادئا نوعا ما. لذلك هذه الموجات الدماغية مهمة جدا وتتغير مع طريقة تفكير هذا الإنسان، وتتغير أيضا أيها الأحبة أثناء ارتكاب المعاصي، أثناء الخطأ تتغير عندما يرتكب الإنسان خطأ سبحان الله، أثناء العبادة تتغير، أثناء الخشوع. أفضل حالات موجات الدماغ أثناء الخشوع أيها الأحبة، تكون في يعني أفضل مستوى لها. أثناء الإيمان بشيء ما أو أثناء الإلحاد تتغير سبحان الله. الحقيقة أيها الأحبة، دعوني أرى معكم، هذا هو الدماغ. إذن ركزوا معي رجاء، هذه الصورة بالمسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي. انظروا هنا أيها الأحبة، هذه هنا الناصية، هذه المنطقة هنا، هذه المنطقة بريفرونتال لوب أو كورتكس، هذه المنطقة الفص ما قبل الجبهة الذي يلاصق ناصية الإنسان. طبعا هذا مقطع عرضي، يعني مثلا دماغي أنا مقطع عرضي هكذا، هكذا لو نظرنا من الأعلى إلى الدماغ نرى هذا الشكل، هذه هي الناصية هنا، وهذا هو مؤخرة الدماغ، وهذه ناصية الدماغ. النشاط يحصل هنا أثناء الكذب والخطأ سبحان الله. لذلك يعني تعلمون هناك آية عظيمة، الله تعالى وصف هذه الناصية بأنها كاذبة خاطئة. الذي لفت انتباهي أيها الأحبة ليس الإعجاز، الإعجاز مهم، ولكن الذي لفت انتباهي في هذه الآية أن الله أنزلها في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما استهزأ به المشركون وبخاصة أبو جهل وأبو لهب وغيرهم، يعني أنزل الله سبحانه وتعالى
كلا لئن لم ينتهي، أي أن هذا الملحد الكافر إذا لم ينتهي عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعن، يعني لنأخذ، هكذا لنأخذ، لنأخذنه من ناصيته، لنسفعن بالناصية. طيب ناصية ماذا؟ قال تعالى ناصية كاذبة خاطئة. سبحان الله، يعني أنا أتساءل أيها الأحبة، نبي كريم أول سورة تنزل عليه فيها إعجاز علمي، سبحان الله، أول سورة، يعني هذا يدلك أخي الحبيب أن القرآن العظيم هو كتاب إعجاز بالدرجة الأولى، كتاب إعجاز وكتاب علوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواجه صناديد قريش، يواجه هؤلاء الطغاة، يريد منهم فقط أن يقولوا لا إله إلا الله. على الرغم من ذلك يعني جحدوا وأنكروا واستهزأوا ومكروا به، من أول يوم دعاهم إلى الله أنزل الله عليه آيات فيها إعجاز علمي نقرأها حتى اليوم، سبحان الله. ناصية كاذبة خاطئة، هنا مركز الكذب والخطأ هنا أيها الأحبة، في هذه المنطقة هنا. طيب لو دخلنا داخل الدماغ، أنا فقط دعوني أذهب معكم لنقرأ ماذا وجد العلماء حول هذه المنطقة. منطقة الناصية أيها الأحبة مهمة جدا للإيمان، يعني الإنسان المؤمن، لو جئنا بإنسان مؤمن وإنسان ملحد نجد أن المؤمن هذه المنطقة تكون أكثر كفاءة وأكثر يعني انتظاما من الملحد، وهناك أسباب كثيرة طبعا ليس المجال لذكرها الآن، مثل مشاهدة الأفلام الإباحية تدمر هذه المنطقة، الأعمال الإجرامية تدمر هذه المنطقة أيضا، سبحان الله. لذلك حبيبكم عليه الصلاة والسلام، يعني أنا أعجب كيف علم بأهمية هذه الناصية ليقول دائما، يعني كان يدعو كثيرا، يقول ناصيتي بيدك. تعلمون هذا الدعاء، أرجو من كل أخ مؤمن أن يحفظه، أن يردده، اللهم إني عبدك، اعتراف بالعبودية. استمعوا أيها الملحدون الذين تتهمون هذا النبي بأنه كان يريد السلطة والمال والشهرة، كان يخاطب الله، يخاطب ربه ويعلمنا كيف ندعو الله، اللهم إنني أو إني عبدك، اعترف بخضوعه وعبوديته لله عز وجل، وهذا شرف له صلى الله عليه وسلم. لا، كان بإمكانه أن يقول أنا إله، بإمكانه أن يقول أنا ملك، أنا عظيم، أنا مثلا الزعيم الكذا، أنا القائد الكذا، لا لا، اللهم إني عبدك وابن عبدك، سبحان الله، يعني حتى اعتراف بأنه بشر، له أب وأم، بشر ليس إلها، دققوا أيها الأحبة، اللهم إنني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، إلى آخر الدعاء أيها الأحبة. أرجو أن تبحثوا عن هذا الدعاء على الإنترنت وتحفظوه، وبخاصة قبيل النوم، يريح، مريح نفسيا. الحقيقة أيها الأحبة، هذه المنطقة تنمو بشكل أفضل أثناء الدعاء، أثناء العبادة، أثناء الخشوع، عندما يعيش الإنسان في حالة من الاندماج مع معتقدات معينة. يعني تصوروا أيها الأحبة، حتى البوذيون تجد أن هذه المنطقة لديهم أفضل من الملحدين لأنهم يؤمنون بشيء ما. مشكلة الإلحاد أيها الأحبة أنه ضائع، لا يعترف بشيء، تجده ضائعا. فلذلك أنا أقول دائما، إذا
لم تتبع الإسلام، اتبع أي دين ولكن ابتعد عن الإلحاد، لأنه مدمر فعلا. لذلك الله تعالى يغفر كل شيء إلا الإلحاد، إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذه هي الآية يعني على ما أعتقد الوحيدة التي يعني لا يغفر الله فيها ذنبا هو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا أيها الأحبة، الاندماج مع معتقدات معينة أيها الأحبة، هذه المنطقة أيضا تنشط، ولكن عدم الإيمان بأي شيء وبخاصة الإلحاد، فإن هذه المنطقة تدمر وتتآكل مع الزمن، ويقل عدد الخلايا فيها وتصبح أصغر، تزداد الاضطرابات النفسية لدى هؤلاء، ويزداد لديهم القلق والإحباط، وربما يسهل عليهم الانتحار. لذلك عرضنا ذات مرة دراسة أنكرها كثير من الملحدين عن الانتحار، وقلنا إن النسبة العظمى من المنتحرين، 700,000 الذين ينتحرون كل عام حسب إحصائيات الأمم المتحدة، معظمهم من الملحدين. قلنا ذلك أيها الأحبة، وهذا ثبت علميا في دراسة أمريكية. ما الذي يجعل الملحد يقتل نفسه؟ لأن ليس لديه هدف، ليس لديه عقيدة، ليس لديه إيمان بالآخرة. أي اضطرابات نفسية، أي هموم، أي مشاكل، أول ما يفكر به أن يتخلص من هذه الدنيا لأنها ليس لها قيمة. بينما الإسلام يعطيك قيمة كبرى للحياة. دعوني أنا أحب أن أتأمل أيها الأحبة معكم هذه الـ هنا شكل للخلايا العصبية. هذه طبعا وصلات، هنا وصلات، هذه خلية عصبية تمتد منها هكذا مثل أخطبوط، وهنا يوجد وصلات بين هذه الخلايا. نظام شديد التعقيد أيها الأحبة، كل خلية من هذه الخلايا العصبية، انظروا كيف خلقها الله بطريقة مختلفة عن خلايا الدم، خلايا الجلد، خلايا العظام، لها طريقة خلق مختلفة جدا أيها الأحبة. لذلك يعني هذا هنا نقول الإيمان مهم لتحسين أداء الدماغ. دعوني أقرأ معكم هذه الآيات فقط ونتأمل قدرة الله عز وجل، عسى أن تخشع قلوبنا. الله تعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لعلهم يتفكرون أيها الأحبة، إذن ينبغي أن نتفكر، ينبغي أن يعني تخشع قلوبنا لله. هذا فيه فائدة لك أيها الإنسان. الخشوع هو أفضل رياضة، يمكن أن نسميها رياضة، للقضاء على الاكتئاب وهموم العصر. الخشوع في الغرب يسمونه التأمل، meditation، ولكن نحن لدينا الخشوع المليء بالمعاني، غزير بالمعاني. خشوع لله، تسليم لله، تضع همومك بين يدي الخالق عز وجل المتصرف في كل شيء، وهو سيحل لك أي مشكلة مهما كانت. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هنا أيها الأحبة، أنا فقط أود أن أؤكد هنا على الخاشعين. هذه الكلمة أيها الأحبة هي علاج. هناك علاج بالخشوع، هل سمعتم عن هذه الطريقة؟ أنا أستخدمه أحيانا عندما تكثر المشاغل، تكثر الهموم، وكل إنسان يعني لديه هموم كثيرة، لا يوجد إنسان فارغ. ألجأ إلى الخشوع، ماذا أفعل؟ ألجأ إلى القرآن وأبدأ بالتفكر والتدبر لهذه الآيات
فأنسى هموم الدنيا. لذلك أنا اقترحت طريقة العلاج بالخشوع، طريقة مجانية سهلة آمنة لا تكلفك شيئا. لذلك الله تعالى قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ماذا؟ خاشعون. خاشعون، هذه أول آية في سورة المؤمنون، الآية الأولى والثانية: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ربط بين الفلاح، ما معنى أفلح أيها الأحبة؟ وبين الخشوع، يعني بدأ بالنجاح وانتهى بالخشوع. طيب، ما هو الرابط بين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ دققوا معي أيها الأحبة. القرآن لا يوجد فيه شيء عبث أبداً، لا يوجد فيه عبث. ما معنى أفلح نجح؟ طيب، اليوم نحن لدينا علم قائم، علم كبير، علم اتخاذ القرار، علم اتخاذ القرار والنجاح في اتخاذ القرار، يدرس من قبل رجال الأعمال والشركات والناس الذين يحبون المال كثيرا. يعني يقول لك إن رجل الأعمال الناجح لا يستغني عن تأمل لمدة ولو نصف ساعة كل يوم، بل إن معظم وقت هؤلاء الناجحين ماديا طبعا وليس اجتماعيا، ماديا هم درسوا فقط الناحية المادية، ولكن الإسلام يريدك أن تنجح ماديا واجتماعيا ومعنويا وتستمتع في الدنيا وتكون لك الآخرة. وجدوا أن التأمل، القرآن سماه خشوع، مهم للنجاح، القرآن سماه فلاح. لماذا أيها الأحبة لم يقل لقد نجح؟ لأن النجاح قد يكون دنيويا مؤقتا، يعني نجح ضدها فشل، يحتمل النجاح والفشل. بينما أفلح، الفلاح هو الذي لا فشل بعده، وبالتالي استخدم القرآن كلمة أفلح. ولماذا لم يقل هنا متأملون؟ لماذا لم يستخدم كلمة التأمل التي يستخدمها العلماء اليوم؟ لأن التأمل قد تكون صامتا وتتأمل في شمعة مثلا، تتأمل في شجرة، تتأمل في نهر، في ماء، دون أي شيء. بينما الخشوع هنا تفاعل لمعاني القرآن الكريم في دماغك، فتحدث لك قشعريرة في الجلد، وتحدث ذلا وخشوعا واندماجا مع آيات الله، فيكون الأثر أكبر بمئات المرات من مجرد التأمل. لذلك استخدم الخشوع، كأن الله يريد أن يقول لك باختصار: إذا أردت النجاح عليك بالخشوع. قد أفلح يعني نجح نجاحا لا فشل بعده، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أخيرا أيها الأحبة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الصلاة، كما وجد كثير من الباحثين، تنشط منطقة الناصية، الصلاة. فربط القرآن بين الصلاة والخشوع، وبين الصلاة هنا أيها الأحبة، وأقاموا الصلاة هنا، أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن أنت تريد أن تتخلص من الخوف، هل يوجد واحد منا الآن ليس لديه خوف، خصوصا في هذا العصر؟ كلنا لدينا مخاوف. هل يوجد واحد ليس لديه بعض الأحزان أو الاكتئاب؟ كلنا لدينا. تريد
أن تتخلص من الخوف والحزن. طبعا لماذا خوف وحزن؟ الخوف أيها الأحبة مما سيأتي في المستقبل، الحزن على ما مضى. إذن هذه الآية شملت الماضي والمستقبل، فتبقى في حالة اطمئنان. إذن آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أربع أشياء تفعلها تتخلص من الخوف ومن الحزن. الخوف من المستقبل، إذا ضمنت مستقبلا هادئا آمنا مطمئنا، والحزن على الماضي، لأن الحزن لا يكون على شيء مستقبل، يكون على الماضي. فعالجت موضوع الاكتئاب الذي هو الحزن على ما مضى، وعالجت موضوع القلق الذي هو خوف على ما سيأتي، إذن ستعيش حياة مطمئنة. لذلك الله تبارك وتعالى يقول من آمن وعمل صالحا من ذكر أو أنثى، من عمل صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سبحان الله. أنا دعوني فقط أيها الأحبة أنتقل إلى الفقرة الأخيرة لكي لا أطيل عليكم. هنا يقول العلماء إذا أردت أن تكون سعيدا فما عليك إلا أن تنسى تتمنى السعادة للآخرين. إذن تتمنى السعادة للآخرين تكون سعيدا. هنا قاعدة ذهبية أيها الأحبة يؤكد عليها العلماء من أجل سعادة أكبر وعمر مديد. طيب كلنا يبحث عن حياة سعيدة مطمئنة وعمر أطول، هكذا طبيعة الإنسان، يحب الحياة سبحان الله. الحل أن تحب الخير للآخرين. سبحان الله، شيء عظيم والله. معقول أنا عندما أحب الخير للآخرين أكون سعيدا؟ إذن كم نحن تعساء أننا لا نحب الخير للآخرين، نحب لأنفسنا فقط. سبحان الله، القاعدة يعني التي وجدها العلماء، وهذه دراسات علمية أيها الأحبة، أن الذي يقدم المال والصدقة للآخرين يكون أكثر سعادة ممن يأخذ المال. تصوروا. طبعا هنا أيها الأحبة الحقيقة الباحثين وجدوا بعد سؤال العديد من الناس أن الإنسان الذي يتمنى الخير لغيره هو أكثر سعادة من أولئك الذين تمنوا زوال النعمة عن غيرهم. سبحان الله. إذن هنا ندخل في موضوع الحسد. الحسد له أضرار مدمرة أيها الأحبة، إياكم والحسد. أنت تضر نفسك عندما ترى شخص أكرمه الله مثلا بعطاء معين، بفيلا معينة، بعطاء دنيوي، والعطاء الدنيوي ليس دليلا على محبة الله، قد يكون استدراج، قد يكون فتنة، قد يكون ابتلاء. الله عز وجل عندما نهانا عن الحسد يريد مصلحتنا، يريد لنا الخير، صدقوني أيها الأحبة. لأن العلماء يقولون، انظروا أيها الأحبة، هذه نتائج دراسات علمية، الإنسان الذي يتمنى الخير لغيره هنا أكثر سعادة من الذين تمنوا زوال النعمة عن غيرهم. لذلك هنا نجد أن نبيكم عليه الصلاة والسلام تنبه لهذا الأمر، تنبه لهذه القاعدة عندما قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. سبحان الله، يعني هذا النبي الكريم من أين جاء بهذه المعلومات؟ يعني في الجاهلية مثلا هل كانوا يحبون الخير لغيرهم؟ لا، كان نظام العبيد في الأسفل ونظام الناس العاديين، عامة الناس، نظام السادة، نظام كذا، نظام كذا، طبقات، نظام طبقي وعنصري. بينما جاء النبي ليلغي هذه
هذا الكلام الفارغ الذي ينادي به علماء الغرب اليوم ولا يستطيعون تطبيقه. انظروا في الولايات المتحدة قمة العنصرية مع السود مثلا يستخدمونها. في وطننا العربي ليس لدينا هذه، وبخاصة في المساجد، في البيت الحرام، في أماكن العبادة، ليس لدينا الحمد لله هذه النزعة العنصرية. لماذا؟ لأننا تأثرنا بالقرآن الكريم الذي قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا ممكن عبد ضعيف منهك قد يكون أفضل من إنسان لديه مليارات، ولكن هذا المفهوم غير موجود في الخارج، غير موجود في الدول غير الإسلامية. لديهم مفاهيم عنصرية للأسف. الذي فعله الإسلام فينا أنه عمق ورسخ في داخلنا مفاهيم حب الخير للآخرين، ولازلنا متأثرين بها أيها الأحبة، على الرغم من أننا نسينا وابتعدنا كثيرا، ولكن مثل هذا الحديث كلنا قرأه عندما كان طفلا وسمعه ويسمعه كثيرا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن إذا أردت أن يكتمل إيمانك عليك أن تحب الخير للناس. وهنا لأخيه لا يعني ابن أبيه وأمه، الأخوة هنا أخوة الإيمان أولا، وأخوة البلد أو ما يسمى حديثا بالمواطنة، وأخوة الإنسانية. أنا أحب الخير حتى للملحدين، حتى للأعداء أحب لهم الخير، نحب أن يهديهم الله. نحن لا نكره، يعني النبي لم يكن يكره أحدا على فكرة، وإلا لماذا كان يتعب نفسه في هداية الملحدين والمشككين ومن يؤذونه؟ طيب بالله عليكم، هذا النبي الكريم الذي يتهمه أعداؤه اليوم بالإرهاب والعنف وكذا، وأنه قتل اليهود وقتل المشركين وقتل، يعني يتهمونه كذلك. طيب يا أخي، هذا النبي ألم يكن يحب الخير لأعدائه؟ نعم. كيف نثبت ذلك؟ عندما فتح مكة حاربوه وقتلوا من المسلمين واستهزأوا به وهجروه وفعلوا الأفاعيل، وهم الآن في قبضته صلى الله عليه وسلم، وفي أضعف وضع ممكن، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا الموقف لا يمكن أن يصدر إلا من إنسان عظيم. عندما جاءه ذلك الأعرابي وجذبه وكذا، أعطاه ما حتى قال اغفر اللهم اغفر لي، يعني بما معناه يعني أنه طلب المغفرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ارحمني أنا ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، بهذا المعنى يعني. مثلا خذوا عفوه عن الكثير من أعدائه، الكثير حتى الذين تآمروا على قتله عفا عنهم. فهذا النبي لو كان كما يدعي بعض الملحدين أنه يريد العنف لما قال هذا الحديث. نحن كيف نعلم شخصية الإنسان من أقواله؟ الذي يقول هذا الكلام لا يمكن إلا أن يكون رسولا صادقا في دعوته. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انظروا أيها الأحبة كم هذه عظيمة. والله أيها الأحبة، هذا الجزء من الحديث هو علاج لأمراض العصر اليوم. اليوم معظم مشاكلنا ما سببها؟ بغض الآخرين، كل واحد يريد مصلحته الشخصية، لا يؤثر الآخرين على نفسه. حتى تجد الإخوة الأشقاء كل واحد يتنازع على الميراث، يتنازعون فيه على مبلغ من المال. تجد الناس يعني يأكلون بعضهم بعضا بسبب ماذا؟ طبعا ليس كل الناس، ولكن نسبة كبيرة، بسبب ابتعادهم عن هذا الأمر. تجد الأغنياء في وادي والفقراء في وادي. طب لماذا لا يطبقون هذا الحديث؟ عدم تطبيق هذه القاعدة النبوية
تورث الهموم والمشاكل، لذلك كثرت أمراض ضغط الدم والسكري حتى في سن الشباب، في سن 30 مثلا تجد الكثير من الشباب يصاب بهذه الأمراض التي يفترض أن يصاب بها بعد 50 أو 60 يعني، أو حتى 70 يصاب بها في الشباب. لذلك أيها الأحبة، أنا يعني أختم بهذه الآية القرآنية في حق النبي، وأحب أن نحفظ هذه الآية ونتذكر هذا النبي الكريم الذي قال الله في حقه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله. يعني معنى ذلك، إذا رأيت الناس ابتعدوا عنك، لا أحد يريد أن يقرضك، لا أحد يريد أن يساعدك، لا أحد يريد أن ينظر إليك، فإن تولوا فقل حسبي الله، الله يكفيني. بهذا المعنى، أنا لا أريد أحدا، لا أريد أحدا من هؤلاء العباد، لأنهم عباد ضعفاء، أريد الله سبحانه وتعالى، هو يكفيني. فإن تولوا فقل حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. هل أترك رب العرش العظيم وألجأ إلى هؤلاء العباد الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملكون أي شيء، ألجأ إليهم وأترك رب العرش، رب الكون المتصرف في الكون، فقل حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.